راح تفوز اليوم؟ صدقني راح تفوز. بس الحين برقان هو المسكر وقاعد يلعب راح يقول عليكم الحين. احمد الرياح راح يقول. شلون فريقي شلون راح يفوز على العربي؟ ماكو لا لعب زين بالملعب ولا شيء، ماكو شيء. ان شاء الله راح افوز والقدساوي عالي، القدساوي بدر المطوع على راسي. ان شاء الله جاي بس انا بالعربي. والله لا كلك العربي بالطريق جايينك. اعلمك والله لعلمك وراك مشوار طويل قدامك. العربي حقنا العربي يطلع برا يستريح. ما تقدر عليه يستريح العربي يستريح. بس منو عربي؟ والله غثوني. منو عربي؟ شنو هذا؟ شنو يسوي؟ منو هذا؟ عربي بطل الدوري والكاس. شنو بطل؟ وعدنا المباراه الجايه باذن الله نشوف. قدسي بمن حضر. هذا اللي عندك؟ مو هذا اللي عندي. انا القدسيبي من حضر، كل شيء عندي. راحوا لاعبين من عندي، قالوا سيف، قالوا سلطان. لا القدسيبي من حضر اللي يبي النادي، هذا النادي موجود. كم قلت؟ تواصل. منو؟ العرب. ليش جاي اليوم؟ ليش جاي اليوم؟ ليش جاي اليوم؟ المستوى؟ اي مستوى؟ طلع مستوى عادي. والله مستوى عادي. منو هذا؟ بقراني. صف ثاني يا رجل. صف ثاني؟ يا رجل صف ثاني. وليش مقعد بذر؟ ابى رايحه. شو مسويها؟ ابى جلدك انا. هيا سهلات العربي ما نشوفها شيء. طبعا متعودين نطقه. خلص من العربي ان شاء الله. اتوقع يا النصر يا كاظم نهائي. العربي غير الحين. منو؟ اتوقع لعبتنا ويا العربي القادسيه يعني مو مفكر بهالمباراه. لعبتنا ويا برقان كانت اقوى. فريق طايح درجه ثانيه احنا ما نفكر فيه. نشوف الكاس. مبروك للامه القادسيه. العربي صعب، بطل الدوري وبطل الكاس، ما راح تقدر عليه. العربي خذ الكاس والدوري اونلاين، الحين حضوري بالملعب. السلام عليكم. خطوتنا الجاية احنا نطمح للنهائي، المباراة الجاي. انا اخر مرة فاز العربي عليه قبل الميلاد، فمن قبل الميلاد العربي ما فاز علينا على القدسية. لا بملعب العربي. العربي غير هالموسم. حتى لو العربي غير، بس القدسية كعبة عالية على كل الفرق مو على العربي. انا لما بدي احكي مع على فريق طاح درجة ثانية وبدي احكي على فريق اخر مرة فاز علينا قبل الميلاد، فاليوم ما في. نفس تصريح نادي برقان اللي قال لك احنا بوابتنا للعربي عن طريق القدسية، بشوفه بدي يلعب مع العربي متى. رسالة العرباوية تقضبوا عدل. جايكم الزعيم الملكي، هذا الزعيم الملكي مو اللي يكتبون عنه بتويتر الزعيم وكان يكتب على القادسية الزعيم وهو عارف نفسه. صراحة اسوي العربي شيء عايد افوز عليه، متعود افوز عليه انا اخر كم سنة ولا شيء ما اشوفه بعيون العربي. والله انا نص نهائي ما اعتبره نص نهائي، رايح النهائي عيني على الكاس انا. بس يكون بعلمكم يا العرباوية حتى وبإذن الله تعالى قدساوية البطولة هذه، بس لو أخذت البطولة أقسم بالله ثم أقسم بالله احنا فوقكم قصبا عليكم.